ايوه الناس تشتغل وتغلط في بعضها وبدام انت مش معايا تبقى انت عدوي وبدام انت ليه يا جماعه ليه؟ على فكره جوهر الحياه في الاخر هو الحب المتبادل جوه الناس اللي بيعطوا معنى لحياتك. محدش بيعطي معنى لحياتك غير عيلتك بعد الوالد والوالده. عيلتك اخواتك بالنسبه لي الاصدقاء اللي هو ساعات الحياه بتخطفك تبقى بتشوفهم اقل مع ان هم في قراره نفسك يعني طبعًا. راسخين طبعا. فانا بحاول اعمل كده دلوقتي. اخر حاجه عملتها نفسي فيها جابوا لي ذره مشوي، كان والدي يحبه جدا وانا قلت لهم لا انا نفسي في ذره مشوي، ما انا ممنوعه تقريبا من كل حاجه يعني في الاكل والشرب. انت دلوقتي حالتك الطبيه ما بتاكليش عادي؟ لا انا للاسف العلاج الكيماوي بيضيع من الواحد حاسة التذوق. فنفسك انا كنت احب الاكل من بره واطلب طلبات ما تفرقش طعم. ما تفرقش. ثم انه كمان العلاج الكيماوي بيخليك مش عطشان. انت لسه بتاخديه؟ انا لسه مخلصه اخر جلسه الشهر ده. فبتبقى لسه قدامك بقى شويه الرعب بتاعت نحلل تاني ونشوف يعني ربنا بيني كده وبين ربنا. انا بقول خلاص هو الامل الوحيد هو بيني وبين ربنا وانا راضيه. انا وده امل مش قليل. والله ياما. والله ياما. يعني انا بقول زي الشريف كان دايما يقول لي كده الرضا لمن يرضى. فانا راضيه جدا وبقول يا رب انت اديتني نعم كتيره جدا جدا. اب وام ربنا يرحمهم كانوا من اجمل ما يكون، وزوج مساندني في كل حاجه يعني في حياتي، وبنات زي الفل، واحفاد بموت فيهم. طب ما هو يعني ما في الاخر هي كده. انا زي عايزه اعيش لغايه ما الاحفاد يتجوزوا او على الاقل يروحوا المدرسه. بس عايزه اقول لك ان الرجل الذي جاء في الحلم او في هذه الرؤيه اللي ممكن تكوني مش عارف اذا كنت نايمه ولا لا، قال لك 3 دقائق. يا رب يكونوا 3 دقائق من بتوع ربنا. ايوه فضلت المفتي قال لي كده. قال لي الزمن مختلف جدا. 50,000 سنة ان يوما عند ربك ب50,000 سنة، ب1000 سنة. فربما تكون ال3 دقائق دي اعوام طويله ربنا يسعدك فيها. ربنا يخليك يا استاذ محمود. يا رب. بص يا رب. انا يعني زي ما حضرتك شايفني كده راضيه وبحاول اخد بالي علشان خاطر ولادي واحفادي بس. يعني مش عارف اقول لك ايه غير ان الله لا يخزل ابدا المحب.